المشروع ديال الربط الكهربائي ما بين المغرب وبريطانيا غادي في الاتجاه الصحيح. اجي تسمع كيفاش. خبر مفرح وكيفنت المزاعم ديال البعض اللي كان كيشكك في هذا المشروع الكبير، مشروع الربط الكهربائي ما بين المغرب وبريطانيا عبر اطول كابل بحري في العالم. فالشركة ديال إكسي لينكس حصلت على تمويلات من شركة الطاقة الإماراتية ب 25 مليون جنيه استرليني، يعني 316 مليون درهم، ومجموعة أكتوبوس إنرجي ب 5 ديال المليون جنيه استرليني، يعني 63.2 مليون درهم. طبعا هذا الشيء بداية من أجل تمويل هذا المشروع الطموح والطموح جدا. الجولة ديال التمويل هذه كتأكد الخطط ديال إكسي لينكس لمد الكابلات البحرية ذات الجهد العالي الأطول في العالم ما بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، مرورا بالبرتغال وإسبانيا وفرنسا، وهو جزء من مشروع الطاقة ما بين المغرب والمملكة المتحدة. طبعا هذا المشروع راه واحد من المشاريع الأولى من نوعها لتوليد الطاقة المتجددة ونقلها المسافات الطويلة اللي كيتم التخطيط لها على المستوى العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وكنتوقعوا طبعا أن هذا المشروع غادي يولد مشاريع أخرى مماثلة وغتربط المغرب مع مجموعة أخرى من الدول، على اعتبار أن المغرب رائد في المجال ديال الطاقات المتجددة. إكسي لينكس غتقوم بتزويد المملكة المتحدة ب 3.6 جيجاوات من الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة اللي كتمثل 8% من حاجيات البلاد حاليا، وكتكفي لتزويد 7 الملايين من المنازل البريطانية بالطاقة بحلول نهاية العقد الحالي. وطبعا ما يؤكد مصداقية هذا المشروع هو أن وزارة أمن الطاقة البريطانية نشأت فريق متخصص للعمل مع إكسي لينكس للنظر في مزايا المشروع وفهم كيفاش يمكن له أنه يساهم في أمن الطاقة في المملكة المتحدة. غيتم توليد الكهرباء اللي غيتم تصديرها من المغرب في جهة قلميم واد نون من خلال منشأة ب 10.5 جيجاوات من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. قدرة التخزين غدا تكون بحوالي 20 جيجاوات. توصيل المنشأة بشبكة الطاقة الكهربائية غادي يتم في ديفون جنوب غرب إنجلترا عبر 4 ديال الكابلات تحت سطح البحر بطول 3800 كيلومتر، يعني أطول كابل من هذا النوع في العالم. وهاد الكابلات غادي يتم تصنيعها في المملكة المتحدة. وطموح الشركة هو تزويد الأسر البريطانية بطاقة آمنة وبأسعار معقولة وخضراء على مدار السنة. وفضل جولة التمويل والدعم من طرف الحكومتين البريطانية والمغربية، فخطوة بخطوة هذا المشروع غادي نحو التحقق. الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة الطاقة الإماراتية اللي كتساهم في تمويل هذا المشروع الكبير والطموح تكلم وقال باللي عندهم ثقة كبيرة في هذا المشروع، وباللي هما جادين في المساعدة على تقليل الانبعاثات مع الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة اللي كتعتمد عليها المجتمعات.